عندنا قاعده كبيره من اللاعبين اللي يزولوا في انديه اللي هي كبيره. وانا بالمناسبه كنهني المدينة بن عطية على الالتحاق بفريق كبير وفريق عالمي كفريق بايرن ميونخ. وهذه بالنسبة لي ماشي مفاجأة، لأن بن عطية كيمكن يلعب في أي نادي كبير أوروبي، وهذا مفخارة لينا كأطور، مفخارة كذلك حتى المغاربة. لهذا بالنسبة لي عندنا لاعبين في المساواة، عندنا لاعبين اللي يمكننا إن شاء الله الرحمن الرحيم ننافسوا بهم على كأس إفريقيا. ألا يمكن تدارك ربما التزامات المنتخبات الأفريقية، منتخبات من أمريكا الجنوبية، منتخبات قوية تلعب ربما على غرار الطراز الأفريقي، الاندفاع البدني، المهارات؟ لا، أولا ما جانا حتى شي عرض من منتخبات من هذا الحجم أو منتخبات من أمريكا اللاتينية. جاونا عروض من منتخبات أوروبية بحال الإيطالي، بحال البرازيل، ولكن عاد تلعب مع الإيطالي، مع البرازيل، مع فرنسا، فالاستراتيجية اللعب كتبدل. لكن يمكن لك تكون في المستوى وتكون في المستوى تكون بحال او احسن كاع من الفريق الخصم، ولكن كتكون هذيك اكذوبه. كنذكروا المباراه اللي لعب فيها المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي اسبوع او قبل لاكان، واللي كان المنتخب المغربي تعاد بجوج، كان قاب قوسين او ادنى باش يمكن له ينتصر على منتخب فرنسا فوق ذلك، ولكن المنتخب المغربي ما استطاعش يدوز حتى للدور الاول في كاس افريقيا اللي كانت في غانا. لهذا بالنسبه لان كنقلب انا على منتخبات اللي يمكن لها تخلق لنا نفس المشاكل ونفس الترجي ونفس الطريقه ديال اللعب اللي يمكن يطبقوها هنا، وحنا كيخصنا نقلبوا على الحلول، هنا كتكون الاستفاده اكبر. احنا ما كرهناش تكون نيجيريا، تكون الساحل العاج، تكون الجزائر، تكون تونس، تكون مصر، ولكن هذه المنتخبات غتكون كتلعب الاقصائيات ديال كاس افريقيا اللي غادي تدور في المغرب. هناك قاعده لن نخرج عنها، كاين 6 أو 7 حراس مرمى. الان الحراس اللي جاهزين، لان كاين واحد المتابعه يوميه من خلال المقابلات اللي تقوموا بها مع الفرق ديالهم، وكذلك من خلال التحدث ديالي اليومي مع مدربين ديال حراس المرمى الفرق ديالهم، فلذلك فاكثر استعداد الان. ولكن هاد حراس المرمى الا بقى في نفس المستوى تنظن غيكون صعب شيئا ما على اي حارس اخر باش يدخل يغير ياخذ المكان ديال الثلاثي، ولكن تتبقى مفتوحه. تتعرف كره القدم هناك اصابات، هناك نشد دو فورم، لذلك فدائما كاين حنا عندنا العيون ديالنا على مجموعه من الحراس. ولكن كما قلت لك الان حاليا فهاد الحراس الثلاث هما اللي تعطونا اكثر قناعات، اللي هما اكثر استعداد واكثر تنافسيه. فالحارس فكروش انا مشي شخصيا شاهدته في مقابله ديال كاس اوروبا ضد فريق توتنهام، فكان واحد المستوى كبير، وكذلك مع النادي ديالو فكان واحد ثقه كبيره جميع المكونات ديال النادي، لذلك فهذه تعطينا واحد الثقه في الحارس. حارس زنيتي حتى هو كما قلتي فهو تيعود للواجهه، دار مقابله جيده مع الفريق ديالو، مستوى جيد. الحارس عسكري كذلك مع فريق الرجاء البيضاوي رغم الضغط الكبير هذا الفريق، فهو تيقوم مقابلات كبيره. عندنا دائما تشبع، للاسف كاين بونو، للاسف هو تيغيب على التنافس، لذلك فصعب شيئا ما باش يكون معنا الفريق الوطني، ولكن دائما حنا العيون ديالنا عليه. حارس امسي في الاسف حتى هو حارس اللي كنا تنعولوا عليه شيئا ما، ولكن رغم التغيير ديالو الفريق فهو الحارس الثاني، لذلك فحنا بصعب لينا باش نستدعيو حارس اللي ما عندوش واحد التنافسيه بشكل مستقر، لذلك فابواب مفتوحه. ولكن كاينه قاعده ديال واحد الحراس